غادر ترامب قاعة محكمة فيدرالية في العاصمة كما دخل إليها دون أن يشاهده أحد، لكنه لم يغادر العاصمة دون أن يفرغ ما في جعبته، وهو يواجه اتهامات تعتبر الأخطر حتى الآن، التآمر على البلاد ومؤسساتها. هذا يوم حزين جدا للولايات المتحدة، كما أنه من المحزن العودة إلى واشنطن ورؤيتها هكذا. هذا ليس المكان الذي تركته، ليس من المفترض أن يحدث هذا في الولايات المتحدة، أن يضطهدوا خصما سياسيا بهذا الشكل. يفعلون هذا لأنهم لا يستطيعون التغلب عليه. أنا متفوق في الأرقام على خصومي الجمهوريين وحتى بايدن. القضية أفرجت عن ترامب شريطة ألا يحاول بأي شكل من الأشكال التواصل مع الشهود، وإلا سيتم اعتقاله، وإن كان كثيرون يأملون حدوث ذلك. عليه أن يقضي الكثير من الليالي في السجن، لقد ارتكب الكثير ولم يحاسب. هذه أمريكا، لا يمكن أن تفلت من العقاب. انقسم شارع الدستور حيث المحكمة إلى نصفين، نصف مع ما يحدث، والآخر قدم من ولايات أخرى خاصة فلوريدا، أحد أكبر معاقل أنصاره لإظهار دعمهم. الخبر الجيد أن أرقام ترامب سترتفع في استطلاعات الرأي من جديد، بينما ستنخفض أرقام منافسيه. هذا ما يحدث عند كل محاكمة، يرتد الأمر على الديمقراطيين. القضية طرحت ثلاثة تواريخ للجلسة المقبلة، لكن دفاع ترامب اختار أبعد تاريخ، 28 من الشهر، حتى يتسنى له تحضير دفاعه في الوقت الذي يبدو فيه الادعاء جاهزا، ويريد الانتهاء من هذه المحاكمة في أسرع وقت. محطة قضائية جديدة يتوقف عندها الرئيس السابق دونالد ترامب بعد نيويورك وفلوريدا، يقول البعض إنها قد تكون العقبة الأكبر في طريقه إلى البيت الأبيض في انتظار قضية جديدة في ولاية جورجيا. أمينة السريري، سكاي نيوز عربية، واشنطن.